واهدي لي انا
طيب بعد ما استمعنا كلمات حلو ومحزنة شاركناها مع بعض، ويمكن كلمات شعرية معبرة من داخل بتاعة الفنان، على أساس يلفتنا شوية لأهمية بتاع الزمن. أنا بكلم وحزين ليه؟ لأنه اللحظات اللي بتمر يا شباب ما بترجع، اللحظات اللي بتمر يا أمهات ما بترجع، يا أبوهات اللحظات ما بترجع. قلناها مرة فات إن الأمور ما بترجع للخلف، لكن أمور بتمشي لقدام، أمور ماشي لقدام. عشان كده مرة دا أنا جاي أكلم عن جلوس في محلات اللي بتضيع فيه زمن، وبكرة تبقى ندمان للزمن بتاعك. بالذات يا شباب، انتوا يا شباب، أنا أكلم مع شباب. لحظات مؤثرة جدا، وأنا طبعا بكلم كأب ومجرب، وكتنظر لإخوان بتاعك اللي امبارح كنت معاهم وتشوف زمنهم وتشوف زمنك والقدامك كويس. يعني في فنان برضو كان بيقول إنه زمان الناس كده وانت زمانك كده. الناس تتكلم عن الناس ليه؟ أو مثلا الناس تنبه بعض ليه؟ كلام بتاعي ده مش فارح، بيقول عليك عشان تنتبه لنفسك، ومو شرط إنه تسمع من أبوك من والدك. أبوك يعني زي ما بيقولوا أحمد موسى كان بيقول إنه أبوك كله الشارع ده كله أبوك أمك. حاليا أبوك أمك بيجي في التلفزيون، بيجي في الراديو، بيجي في ميديا. انت عاوز تسمع من مين؟ طيب ابدا بالجلوس في القهاوي. طبعا بيبتدي بمساله بتاع ضياع الزمن، انه انت من الصباح ما اشتغلت وقلبت واطا كده، بتقلب بالسرير وتقلب سرير تقلب سرير، قدرت من الرقاد قلت لها تطلع شويه، وإذا طالع تتمشى عشان شوية جسم بتاعك برضو ياخد له فايدة. يعني في فايدة برضو أنت تاخد من خلال المشي، مشي ساكت بتاخد، ومن خلال المشي ده قطعت مسافة، كل ما تقطع مسافة شعر بيعلمك، كل ما تقطع مسافة شعر بيعلمك. وممكن الشعر ذاته يديك شغل، شعر ممكن يديك شغل، يديك شغل كيف؟ وكدرت تكون ماشي زي الشغل. يعني اصلا انت وكدراك الجبال في البيت قلت ما في شغل، رقدت ورقاد برضو ما ريحك، طلعت برا قلت تتمشى، يبقى وكدرت تتمشى ده بتتمشى، وفي كل حاله انت ماشي لفت جاي جاي قدامك، بعد شويه بتلاقي انه في ناس ذاته انه شغل وداري يشتغل ماله. ده ضياع زمن، مو ضياع زمنك معه. انت ضياع زمن، انت ديره ديره ده بتضيعه في الشغل، وانت بتاخد عنه فلوس. مرات الناس ترفض شغل اللي ما فيها دخل كبير، ويقوم يرقد في وطاء على اساس ما في شغل زي الناس، ما في شغل مشجع. انت عارف قروش ده قاعد يجمعه كيف؟ ما قاعد يجمعه من مليم، بيجمعه من مليم. ما شرط انه مثلا تمشي تلقى لك شغل اللي فيه قروش كتير وطوالي عشان تقوم هوب من اول يوم. هوب من اول يوم ده برجعك هوب تات كمان نفس الكيفيه. لكن كان جماعتها من المليم، مليم ده ببقى ملايين، مليم ببقى ملايين. كل خطوه بتزيد، كل خطوه بتزيد. لكن اذا حاولت تخطو خطوتين
ممكن تقلبك حال. انا خليته يعني مرات بساويها كخطوات بتاعت السلم. سلم انت كل واحد يعني نقول انه مسير الحياه، كل زول بيعمل سلم لنفسه عشان تطلع فوق. كل زول لا يطلع فوق طبعا، ما في زول ما هنا، حتى اللي بيرقد في وطنه هو ناوي حاجه، يمكن قاعد يشتغل بالليل برضه كويس، لكن نحن نجي خاشين للتجاره كله هسه. زول بيبني سلالم لنفسه عشان يطلع فوق. في وحدين يعني انت كلنا عدونا خشب واحد وخطينا فراغات بتاع سلم سوا، مدرجات بتاع سلم وخطيناها في حيطه على اساس نمشي سقف. في واحد عامل نفسه انه لياقته ما شاء الله ودير يسبق تانيين يطلع سلم بكل شنو بكل سرعه وخطواته طويله، ويعني مجرد ما يرفع كراه من اول رفع ما بخطو خطوة الأولى، بمشي خطوتين يعني سلم درجة تاني، ومنه طوالي ماشي للدرجة الرابعة، ومن درجة الرابعة عشان إمكانياته هو بيشوف نفسه هنا ممكن يخط كراه في درجة السابعة ينط سلمين. لكن مرات طبعا السلم قدراتها خشب ما سوى، ممكن تتفاجئ إنه في واحد من الرفوف اللي أنت طالع عليهم ممكن الرفوع تكون ضعيف، ما بتحمل طاقة بتاعك، ما بتحمل طول بتاعك، ما بتحمل حجمك، ممكن تخطها من فوق وانت تجي من فوق هناك تنكسر مع الحمولة وانت نازل تحت، بتكسر كل يعني رفوف اللي انت قبل طلعت عليها او اللي انت خليتها. ليه؟ لأنه أنت جاي من فوق مندفع لتحت، تلك كله بنكسره. وكل زول المشى خطوة 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 لعد ما يتأكد إنه يعني خشبها أو مثلا الدرجة بيشيله، لو ما بيشيله هو بيحاول إنه يحط رجله في الطرف على أساس طرف شوية متين، يعني يفتش بالمتانة، بتلقى مثلا يتأخر. ليه؟ لأنه يفتش في حاجة قوي عشان يطلعوا فوق، يفتش في حاجه قوي يطلعوا فوق. وانت هنا كنت طالع ساكت بكل شنو بكل صيغه، والصيغه بتاعك كان صيغه اميانه. بعد شويه السلم ده بتقابل واطا، بعد ما يقع واطا مسافه انت دير رتب ثاني صفوف تاع السلم، بتلقى اخوانك وصلوا الصيغه ويكون عندك ما عندك امل ثاني. انت بتقول يا اخي ده ما مشى عشان ابوه، ده ما مشى عشان كان وسر قريش في فلان، هو ده ما مشى عشان كان لقى له يعني فرصه كويس في الشركه فلان يعدوا قريش. قريش ده وكده. ده مشى عشان هو كنت مشى برا يقول لك قريش ده. كل حاجات ده بخطوة احتمالات عشان تغنوا نفسك انه انت اصلا ما زول فاشل. لكن انت لو رجعت وخطيت نفسك في الميزان مع اخوانك اللي كان معك في الامور سوا، هم طلعوا قدامك، ما في حاجه اسمه صدفه في الحياه. حاجة اسمه صدفة في الحياة ما في، لكن في التمكن والتحديد الأهداف كويس. كلما أنت ركزت في تحديد أهدافك بتنجح، ومن النجاح من حد لحد تختلف طبعا، ما في مشكلة، لكن ما تكون أنت فاشل، ما تكون أنت فاشل. ومسائل بتاع الفشل اللي أنا قلتها قبل شوية هي محل بتاع المثل، قلنا إنه جلوس في القهاوي مثلا، قلنا جلوس في القهاوي، جلوس في القهاوي انت طبعا في واحدين عاوزين يستريحوا، هو جاي من مهنة الشغل بتاعه، هو قاعد في بيت عزابي، يعني قهوة عملها لي شنو؟ قهوة عملها للناس الشغالين في السوق أصلا، ناس الشغالين في السوق وليس الأعطالة. القهوة الموجودة في السوق ده كله هو إذا كان مرة ولا راجل الشغال في القهوة أصلا جاء للسوق هناك عشان برضه يخدم ناس الموجودين في السوق الشغالين أشغال بتاعهم. مش نازل بيجي من حلة عشان يفرق الزمن، ما كده. هو زول جاي من شغله أصلاً وحسب نفسه إنه يعني عاوز يتكيف شوية، يخش القهوة يشرب له شنو؟ يشرب له شاي أو يشرب له جبل. لكن لمدى زمن بسيط، لأنه راح بتاعك أنت ما بتاخده في قهوة،
راح بتاخده في البيت بتاعك، بتاخده في المستريح بتاعك، المحل اللي انت قاعد تستريح فوقه ده المحل اللي انت بتاخد فوقه الراحه. الراحه مش في القهوه، الونس الكويس مش في القهوه، الونس الكويس في البيت بتاعك، الونس الكويس مع الاسره بتاعك، الونس الكويس مع الشغل بتاعك. انت تتونس وانت شغال، تتونس وانت شغال. لا تتاكد انه كل ساعه ما يمر، كل لحظه ما يمر فيها انتاج، فيها حاجه بتنجز فوقه. انت بتنجز شنو؟ يعني انا ممكن اقول مثلا ناس القهاوي، واحدين في القهاوي عملوا انفسهم انه بيجوا سياسيين في القهوه، يشاركوا مثلا امور الناس السياسيين، هم بيناقشوا فوقه. ففي لحظه ده انت تبادل ده وتبادل ده، تبادل ده في نهايه انت لست بالسياسي، لانه انت اتمرست السياسه بتاعك في القهوه، انت ما جربته، ما في عرض بتاعك. يعني زي انه مثلا مشيت مرسى، ومرسى افضل لانه مرسى هيديك حاجات مكتوبه، هتطلع على التجارب بتاع الناس السابق، وانت هتلاقي استاذ هيناقشك باستفاضه كده. ده فائده بتاع الدراسه. يبقى وجود في الدراسه ومنابر دراسيه هي مش ضياع الزمن، هي كسبا للزمن وزياده بتاعت القدرات. لكن هنا تزيد قدراتك وين؟ وانا يعني بيستغرب كل استغراب. والله مش انا بكره الرياضيين، انا بحبكم ورزق رياضي، لكن والله انا بشوف انه اكثر اطاله في انديه او في محلات شراب الشاي هم الناس الكوره. يعني زمن كله ضيعوا مثلا انت قبيل، حتى سيد الشاي ذاته دير كرسي اللي انت قاعد فوق، دير كرسي عشان زول ثاني يقعد، وقاعدين واقفين فوق وانت تناقش، عامل نفسه بطل بتاع مدريد او مثلا بطل بتاع مانشستر كويس، وتتناقش هناك. ولا انت بتعرف اصلا انه مانشستر فين؟ انت لا مشيت فيه ولا كده ولا بارين ولا هنا، حتى يوم في نادي حقه يعني، حتى لو بقيت انت زول مشجع، بس انت مشجع برشلونه هنا، وفجاه لقيت كوره برشلونه بيلعبوها في النادي بتاعهم مثلا في او في استاد بتاعهم، وانت داير تدخل كمشجع، ما حيدخلوك الا تدفع. النادي ده ما بنوها ساي، بنوها بقروش، حتدفع. وانت تقول لي صح، انت ما شايف كوره مرات من خلال التلفاز بتاعك، وانت قاعد تدفع مثلا في تليفون بتاعك، او مثلا انت قاعد تدفع تلفزيون بتاعك، انت قاعد تدفع صح، لكن هتمشي وين؟ قريده كله ضايع كويس. انت اكسب الزمن، يعني انت بتشوف مثلا الناس الكل وقت قاعدين في محلات ويستثمر الزمن بتاعه، ما عشان هو ما بيحب كوره، ما بيحب يتفسح، ما بيحب مثلا عشان يجالس مع الناس مثلا خير اجتماعي وكده، لا هو زول اجتماعي، لكن الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطع، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطع. عشان كده لازم تستثمر الوقت، استثمر الوقت، استثمر الوقت، انه كل لحظه. يعني في واحدين فعلا في القهاوي بيجي داخل القهوه و يشيل شيلته شاي بتاعه ولا حاجه تعمل، وانا طالع يا جماعه زين انا طالع. لكن في واحدين اللي انا بناقد فوقهم هسه هو ناس يعني زي ما قالوا كلام ربنا، انه الويله للذين يبكرون الصبح للانادي حتى ما يبتلاهم الليل في المسكن. يعني اذا ما شالوا برميل بتاع مريسة ده، شالوا برا كله هو ما طلع من هناك، وزاته حتى كان برميل طلعوا برا، وعنده نيه زاده عشان شنو؟ صفايه الفضل ده تاني يشوفوا له حاجه، او ينتظر الناس بتاع تيم اللي لسه قاعد يشربوا حقهم لسه ما انتهى، بعدين عشان برضه ياخذ منه. لحد ما الليل ابتلعوا مره واحده، هو بعدين يمشي بيته ما بيعرف منه حاجه، بياكل جناو او اخوه ذاته. يعني كان انت شاب، انت اخوك هتاكل شنو؟ طيب انت خطيت شنو لنفسك مستقبل؟ انت براك، بس قول انت براك، بس هو من اب وام وابوك مات وانت بتلت براك، انت هتخلي شنو؟ تخلي شنو لنفسك؟ هتخلي شنو لنفسك؟ بس وكنت تقعد مثلا في القهوه من الصباح لمساء في كلامات بتاع انه فلان عمل وفلان كده، او مثلا تمشي زي العلاوين اللي بمشوا مع الجبل،
بيلقى يخلي بيته ويمشي مع الجبنة، وست الجبنة قاعد في بيتها وهي شغالة يعني مزجر، يجيب لنا القهوة من هناك يكون صوت الملاح بتاعها هناك في المطبخ، وتجي هنا بعد شوية شنو شنو داك، ويكون بس مشي معك المطبخ بتاعها تشتغل حاجة وتجينا راجع، وست الشمارات قاعد جنبنا، ويلا ناس مواصلين، وفلان قال وإلان قال، وده حيصل لوين، ونحن نقلب الدنيا دي كله، نقلب الدنيا كله، وأنا سو فلان وأنا 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 وفلان ده ما يعمل وفلان، لكن في نهاية كده أنت لفت لنفسك شوف نفسك، زول اللي بغيب نفسه هو زول شنو؟ الناجح، شوف لنفسك إنه خلال الونس ده كله أنت سبيت شنو؟ سبيت شنو غير الفتنة بس إنه فلان ده ما عنده كده وفلان عنده كده، حتى كان قال إنه فلان ما عنده كده، وأنت عندك؟ خلاص قلنا فلان ما عنده، أنت عندك؟ حتى اللي عندك ده ذات عملت فيه شنو عشان يمشي فوق؟ عملت فيه شنو يمشي فوق؟ فأنت لاحظ إنه مثلا غالبية بتاع القوات في القهاوي هم طبعا شباب، غالبية بتاعهم شباب، وشباب دارين يأسسوا المستقبل بتاعهم. أول حاجة مستقبل دراسي، طبعا دراسة ده بقت حاجة ساكت يعني، كان ما بقى أمك بساعدك، في أخوك بساعدك، كان ما في أخوك بساعدك برضو أهل بيجيبوا معاك لمن شنو يعني بتقول لك زول لا لا قال لي دفرك، حتى كان زول بتاعك بدفروك مجرد ما قدمت للجامعة طوالي خلاص أي حق بتاعك بقى ماشي ما في مشكلة، أخوانك حبيبتك ممكن برضو يساعدك شوية أي حاجة تانية، أي حاجة تانية بتلقى أي مساعدة، أنت لو قال لي عشان تكمل دراسة. لكن بعد ما نكمل الدراسة في مرحلة قدامك ودير أنت اللي هو مرحلة بتاع الزواج، أنت هتزوج بشنو؟ معناته الفترة بتاع الدراسة ده لازم فترة برضه تستغلها بشنو؟ بأعمال جانبية. شوف إنه الجامعة بتقرا يعني كم ساعات، جامعة شغال بساعات، عندك كم ساعات مثلا في يوم أو في أسبوع، ساعات بتاعك في الأسبوع بقى ساعات أنت هتعمل له شنو؟ هتغديه يعني، في ساعات أنت بتيجي تذاكر فوق، في ساعات بتخش فيه مكتبة عشان تشيل شنو؟ معلومات بتاعك، ومكتبة حسب بقى في التليفونات بتاعكم، معناته أنت ما هتمشي شنو؟ ما هتمشي مكتبة تاني، هترجع بيت مسافر، أنت راقد على سرير تشوف مراجع بتاعك، ومن خلال المراجع ممكن تكون فوق وتكتب حاجة أنت تكتب وبحث بتاعك، بعد ده زمن ده انتهى، بعد كده بقى شنو؟ زمن بتاع الشغل، أنجز باقي الشغل أنت هتمشي تعمل إيه عشان تدخل قريش؟ بكرة داير تمشي جامعة، هتمشي بيعت قروش، هتمشي ترجع تقول لي يا أخي أنا داير لو مشيت مول ثاني ونظفت في مول، نظفت في مول أنت بتقول لك قروش، دكان ثاني يقول له يا أخي أنا الدكان بتاعك ده عشان نظفه أنا في يوم أديني 10 جنيه ماله، لو اتفقت معه ب 10 جنيه كل يوم ومشيت للجامعة بياخد معك 7 جنيه معناته 3 جنيه موفر، وإذا 3 جنيه ما وفر 3 جنيه أنت ممكن تشربوا شاي معناته هو كويس اصلا، ما 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 ترفض مثلا هي قروش ده بسيط وانا ضايع زميلي ساكت في انه امشي يعني 10 جنيه عادي جدا ممكن القاه في الشارع اذا اخوي مثلا شهر وشيل 10 جنيه، لكن انت بتبقى وقت داك دور شهر صوت ضعيف، حياتك بتمرس كده، حياه بتمرس كده يعني، حياه بتمرس للشغل اكثر من انه تتمرس للشهاده كويس، عشان كده انت اشتغل اشتغل. طيب جاي نخش لكلام بتاع انه مثلا قلنا ها جامعه وواحدين ما بيقروا يعني كلكم قاعدين في القهوه كويس، لكن في القهوه هناك انت بتقوم تعمل شنو كويس، يعني بتلقى انه مثلا المزوجين منكم ما بيشوفوا ما بيشوفوا يعني ست اهلها وتونس احسن غير ست الشاي، بعد شوية انت بتلقى انه عينك تقول يا لو اذا مرة زول انت بتبقى تقول مثلا اني يا اخي لو مرة بتاعي كان بيجي زي فلانة كان خلاص انا بقول كويس، معناته مرة بتاعك انت ما تشوفه بيجي مرة خلاص، ليه؟ لانه زول بتاعك ما قد ما قد ما قد تقعد مع مرة بتاعك لما تعرف الكويس بتاع مرة بتاعك، هو اصلا نحن ممكن نزوج ممكن نزوج كل واحد بيجي من بيتهم بفكرة بتاعه براو حياة بتاعه براو يربى هناك تربية أم وأبوه، لكن نحن كنا نزوج بعض بنقبل بعض بغض النظر عن طبيعة اللي أنت جايبه من هناك وطبيعة اللي أنا جايبه من هنا، يبقى إذا في عملية التوافق
بيتم بيناتنا اصلا نتيجه لشنو؟ لرابطه بتاعت حب الموجود بيناتنا. نتنازل عن بعض من حاجات و نقبل بعض حاجات ونقدر نشوف مستقبل بتاعنا بصوره صحيحه. ما بصوره المقلوبه اللي انت بتشوف مثلا انه ثاني شارع عندها مكان. يعني انت خلاص زوجتك. اذا امبارح انت بتمشي مع فلان ويلان اصحابك ثلاثه واربعه زمان انت كنت شاب انت غير حياتك خلاص. وكنت زوجتها خلاص ما في حياه بتاع فلان ويلان. لا في فلانه وفلان. انت ومرتك. انت وحبيبتك. لحد ما تكونوا البيت. انت واسره بتاعك. لانه الزمن اللي بتضيعه في قهوه واللي بتضيعه مثلا في النادي بتاع الكوره واللي بتضيعه في اي محل ثاني تمشي فيه من غير ما تنتج يعني من غير انتاج. زمن انت ماشي تضيعه هناك زمن ده محسوب عليك في عمر بتاع البيت بتاعك. محسوب في عمر البيت بتاعك. فيبقى لو انت قاعد ساكن في بيت مع المرأة. مرأة طلع انه هي بتعرف تخيل ملايات. بتعرف تخيل ملايات وملايات بتاعها بقت مرغوب للناس بتاع الجيران كله لما يشتروه. ما له انت وكتاجي راجع من الشغل. وخلاص لقيتها هي مشت عمل الاكل وكده. كان شلت ملاية وقلت لها انت كده عودني عشان انا اخيط ملاية. عرفني كيف اخيط ملاية. وانت عرفت خياطة ملاية. وبقيت تشارك معها. هي شغالة في صورة ثانية وانت تقوم تحيك صورة ثانية. الكعب فوق شنو؟ كويس؟ ألاب فينا نحن وكتيجي مثلا ناس في الجيران ويقول فلان قاعد مع مرته، فلان قاعد يقول كده، وزي كان عامل كده، انت مالك ومال الناس ثانيين. زمن بتاعك استثمره. شوف حاجة اللي انت بيفيدك وبيفيد مرتك بيفيد عيالك. كويس؟ لو الليل بيسمح لك عشان انت تمشي تنقل خرا. تنقل خرا عشان تاكل قروش بالصباح ماله؟ ما في حاجة كاب. أصلا سر بتاعك يكون قاعد في البيت بتاعك. مرة بتاعك بيكون عارف انت شغال شنو، لكن عيب تسرق. عيب تسرق. عيب تحتال. احتيال عيب. عيب مثلا عشان تمشي تنحب ناس. كويس؟ عيب. لكن عشان تدخل لك حاجة بسيطة بكرة بتبقى كبير. وكيد مثلا المرأة انت تحاول انت تساعد مرأة في البيت. حتى في النظافة بتاع البيت بس. عودتها انه مثلا هي لقيتها شغالة حاجة فلان وقلت يا أم فلان خلاص انت امشي اشتغل حاجة فلان انا جيت. انا بشتغل لك حاجة فلان. انت عارف تديها شوية من الراحة. الراحة اللي انت بتوفرها لها هي الزمن نفسه. وزمن كمان اللي انت بتشتغل الشغل ده برضه زمن بيدود لك. كده انتوا استثمرتوا وقت بتاعكم بصورة صحيحة. بتاخذوا زمن عشان تقدر يعني شغل انجزتوها بسرعة. هي نظفت المطبخ، انت نظفت الصالة وبعد شوية عود نظيف وجينا خسلوا. بعد كده عندكم زمن عشان تونسوا. عندكم زمن عشان تونسوا. يعني هتونس معاها كيف؟ مثلا انت قاعد في السرير او بشير رقدت جوا وهي شغالة في المطبخ هناك وبعد شوية ينظف هنا. وجانا هناك يا اخي مو بلا تاشي جانا انا عملها كده يلا اغلب جانا زاد يكون له علاقه معك ما في. فاستثمار الوقت يا اخواني هي زي ما قلت لكم المره اللي فاتت انه استثمار بتاع الوقت نحن نستثمره عشان نحن ننجز يعني نعمل حاجه لقدام بتاعنا سواء كان في تربيه بتاع عيالنا سواء كان الجواد بتاعنا مع ما 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 امهاتنا سواء كان الجواد بتاعنا مع النسوان بتاعنا وإيال بتاعنا. يعني كيف نربي؟ هنا نقصد حاجة، يعني حياة ده ما صدفة. حياة مقصودة. إذا نحن قصدنا فعلاً عملنا حاجة مقصود وماشي كل يوم بنلقى أنفسنا إنه شغالين. ما تكون فاضي عشان كرات طوال يكون برا بس للناس تانيين. للناس تانيين. حتى واحدين يمشوا قهاوي ويمشوا أندية كلام إنه جنى مزعج في بيت. يا أخي والله النسوان ده مزعجين خلاص أنا زاد اللي أقول لي راح. راح انت تاخذ في شنو في قهوه؟ هتاخذ في اللنان؟ هتاخذ في نادي؟ كويس؟ راح ياو في البيت بتاعك، راح انت تاسسه اذا الليله يعني مثلا جينا صح مزعج وكده يكون في عمر الاول. لكن لو رجعت لمحل بتاع انه امبارح مره ده شايل جنا ده 9 شهور في بطنه. 9 شهور ده انت ما بتعرف مدى تعصقل تاع جنا ده انت ما بتعرف تقيل ولا خفيف.
لعبة له بيلعبوا في بطن مرة ده مرتاح منه ولا ما مرتاح منه إبرازات بتاع جنة ده في بطن مزعج لمرة ده ولا ما مزعج لمرة لحد اليوم اللي بيطلع بره منه إذا طلع برا يوم ده بيقول إنه لمشاركة بتاع والدين مشاركة والدين والأب أولى من الأم أب أولى من الأم ليه؟ لأنه أنت تديها فرصة بتاع الراحة شوية عشان جسمها تنجم ليه؟ لأنه تاني أنت رضاع هي بترضى في رضاع بتاع ده كويس أنت محتاج تساعدها كمان إنه تشيل الجنة في اللحظة بتاع بعد ما يرضى تشيل جنة لو ما في أخوه موجود في البيت أنتوا وراكم اثنين بس أو كنتوا موجودين وبقى تالت بتاعكم جنة معناته فرصة بتاع عشان أنت تشيل الجنة ده فترة ده كله كان أنت طالع ذاته ده تطلع مع جنة ما بطل لو طالع مع جنة ما بطل ورجعت معاه عشان تدي لأمه عشان يرضى لحظات بس هي بتكون كويس فتبادل حاجة كويس جدا في عمر بتاعنا ومشاركة حاجة ضروري لحياة بتاعنا واستثمار الوقت أهم استثمار بتاع الوقت لكل شيء أهم ومش وقت بتاعك بس هو مهم أكثر من وقت بتاع شنو بتاع الأسرة والبيت والعيال وقت بتاعهم مهم برضو عشان تقص لهم القصص زي ما أنا قلت لكم من ده أنا قلت إنه لو أنت داير تزرع تاريخ لجنة بتاعك بتزرعه وأنت قاعد معه بتزرعه وأنت قاعد معه كويس واحدين يقول لي مثلا عشان انت قعدت لكن لا حياة اصلا تجربة وتجربة لا وكيد نحن شفناها انه ناجح بيقعد انه نحن ننقل لغيرنا ننقل لغيرنا حياة بتاع كل زول كتاب بنزل لغيره فمعلش انا انسان بسيط وحاول انه الناس تشارك بعض انا دايرك عشان انت تشارك تستثمر الوقت بتاعك كويس يعني انا جربت الكلام ده من خلال دراسة بتاعي في زميل بتاعي خلى شنو خلى دراسة وكمان لقيته في عمر يعني أنا بقيت معلم لقيته إنه هو لسه ما قرأ طبعا وبيشتغل أشغال الصغيرة وكده عرف إنه أنا بقيت أستاذ هو بدأ يكوري على أساس زمن بتاعه ضاع وأنا كلمته إنه يا أخي لسه هذا سعيد فرصة تقرأ عشان برضو ممكن تلحق وكده ده كان في معلومية قلت له برضو ما تبكي هسه أنا لسه في شهادة سودانية لكن هقرأ جامعة وكن أقرأ جامعة بعدين تعال كورك إن أنا عارف إنه أنت هتكورك زيادة أمر من ده هتكور ليه؟ لأنه وكده ده كان هكون زول كبير مثلا هكون زول كبير فأنت يعني غلط بتاعك إنه فكرت فكرة محدود فكرة محدود وأنا بقول له إنه ما كان عنده ظروف كويس هو بداية انه كان ظروف لكن ما كان له ظروف كويس نفس الشيء في زمن بتاع حياتنا يعني انشغال الناس كانوا يشوفوها انه ما عندها مكان بجد يا اخواني ما مبالغ حاليا كل شغل كل شغل الشغل بين البشر انا بشتغل استخدام ذات الوقت يعني استغلال الوقت هي في يد بتاعك انت يدك اصلا كويس ما دير له زول ثاني عشان هو هنا يعني بس زول الثاني هو بيساعده فقط لكن اشغال الموجود قدامك ده اشتغل يعني كان لقيت مثلا زول بنسج سرير لازم تكون عارف انه مثلا كيف تنسج سرير كيف تلحم سرير كيف مثلا مثلا بمبر بتاع المره زاد في البيت كيف تنسجه كويس كيف مثلا انت توصل كهرباء ضروري برضه كيف مثلا تعمل شغل بتاع النجارة اللي فيها أبواب مكسرة شنو؟ يعني قروش بتاعك البسيط ده كله شغل بتاع بيت كله لازم انت تكون شنو؟ كشكول فوق تلاجة فيها حاجة خسر فوق وانت لازم تكون عندك محاولة في بوتجاز بتاع المرأة كيف يفتح عيون بتاعها انت برضه لازم تكون عندك محاولة قبل ما تمشي للزول بتاع السماء ليه؟ لأنه انت وكنت تشتغل الشغل ده كنت توفر مال لنفسك بيقولوا زمان انه ده طمع بيقول زمان انه طمع لكن هي مش طمع المرأة ذاته اللي بتتصل يعني تفكر انه مثلا كيلو بتاع السكر او رطل سكر ممكن في البيت بتاعها بتاخد كم يوم دي المرأة الممكن بكرة بيت بتاعها توفر قروش بتاعها وممكن تعمل عمارات
لكن وكد مثلا انت تعاول انه مثلا سكر اللي انت جبته امبارح بس بقى في المطبخ مكشح تاعه ما عندك اواني تقلب بها سكر وملح بقى فيها مويه وشنو شنو ذاك حاجات الكل في ده وكلاب بياكلوا والقطط بياكلوا وفيران كمان بالليل وحشرات بيت بتاعه كله كده انت بتكون شنو ما عندك يعني مستقبل ملموس ما عندك مستقبل ملموس عشان كده بتعرف من بيت بتاعك وكل وقت انت جاري بيت يران عشان تمشي تسمع شمارات هناك وما بتستفيد من شمارات ده ليه لانه زمن بتاعك كله انت قضيه هناك وعيال بتاعك هنا بكره مسيره بيمشي شارع وراجل بتاعك مسيره برضه يخلي بيت بتاعك كان ما خلى بيت بعلني ممكن شنو ينساب من بيت ده ولو ما ينساب من بيت ده بيكون البيت كله معرض لامراض ومن امراض ده طوال مسيره شنو الموت ليه لانه اكل اللي هم قاعد ياكلوا زاد ما اكل صحيح بيعملوا باستعجال كده وكم من حاجات ويبقى الكلام ده مرات فيها مراره وانا بقول لكم انه الكلام ده كويس كلام محزن انا بقولها محزن ليه لانه انا شايف انه في ناس كتار بيضيعوا الزمن بتاعهم في محلات ما عندها مكان محلات ما عندها مكان بالذات انتوا شعب بتاعي شعب جنوب السودان انا اعذركم واقول لكم انه الزمن بتاعكم استثمروا اراضي بتاعكم الفاضي ده كله اراضي ده دير له شغل وانت بتضيع الزمن اللي انتوا قاعد تضيع الزمن فوق ده يوفر كله للهروب ما تفكروا في حاجه ثانيه في راس بتاعكم الا بس الناس تحارب لكن اذا كان مثلا عندكم فرصه حاسه انه الزمن قاعد تستغله بصوره صحيح انت تفكر انه مثلا 200 تزرع في طرف البحر مثلا الخضار وخضار انت تنتظره اذا ناس في مشاكل هنا وانت ماشي بحر مع الخضار بتاعك انت مالك ومال الناس انشغل ناس شكلها انت مالك ومالهم بتمشي مع الخضار بتاعك وتنجز عمل بتاعك كويس فبيجيك هناك وانت مع الخضار تقول له يا اخوي انا ما زرت مشاكل فتي الناس بتاعك وكلام هسه الناس بيعلموهم بيهموهم يعني مثلا بقى فيه أمومية إنه قبيلة دير قبيلة دي قبيلة ده كلام تعشينه فارغ فارغ ساكن وزول اللي بيكلم فيكم شغل ده كله بيزرع فيكم شغل ده زول ده أصلا فتان وفاشل في عمره زمن بتاعه كله ده يقف فاضي ما عنده حاجة إلا السياسة بتاع فتن سياسة بتاع فتن عشان يأكل فيه إيال بتاعه لكن إيالة وكي تأكله بحاجات حرام بكرة برجع لك إنت إيال ده ما بيطلعه أخير المرأة الشغالة الشاي شغالة الشاي والفاتة عندها والعامل أي حاجة ثانية بتنظف هي مرضى أخير منك أنت بتمشي وتفتي الناس عشان يشاكلوا وبكرة أنت تضحك في غبور بتاعهم ليه لأن عندك مال أنت جيته من وراه مرضى الشغال الشاي ده واللي بتنظف والشغال في عندها هي عيال بتاعها بيطلع عيال بتاع زول مسؤول وراجله كمان برضه هتحترمها ليه لانه كل يوم بتدخل دخل في بيت دخل في بيت والناس كله شغاله واحد راجل اللي بيجيبوا راجل بيجيبوا مره كله يجمعوا مع بعض الناس متفقه بعد بكره بيكون عندنا بيت كبير الممكن شنو يشيل كل الناس وعيال بتاعنا يطوبونا ليه لانه هم شنو ضاقوا طعم بتاع وجود ابوين بتاعهم وامهات بتاعهم وهم فرحانين ليه لانه في بتاعهم استثمروا بصوره صحيح وابو هاتم استثمروا وقت بصوره صحيح واخذوا النصائح من ابو هاتم وامو هاتم بالتالي الحياه بتاعهم برضه بيكون مثمر في الدنيا والدنيا ماشيه كده وهم بيتباركوا زي ما بيقولوا ربنا انه طوبى لودعاين القلب لانهم يرثون الارض طوبى لودعاين القلب لانهم يرثون الارض عشان أرض يورث لعيال بتاعك لازم تكون وديع القلب وانت زور رحيم عشان انت تفكر لمستقبل بتاع شنو بتاعك وانت ما فاضي لأعمال الشغب ومثلا زي ما بيقولوا أمثال سليمان بيقول انه يا ابني حد نفسك او طلع نفسك من زول المتربص على الناس في الشوارع ويقول لك تعالى راح نمشي نسفك دم بتاع بري في محل الفلاني زي ما اولاد هسه انتوا يعني الفاشلين هسه بيشيلوا سواطير عشان يمشيوا يسرقوا التليفونات بتاع الناس وكده انها بالليل وشنو ده شغل كله شغل بتاع فشل اصلا من هنا عارف نفسك انه انت فشلت ما استثمرت الوقت بتاعك بصوره صحيح فانت يا ابني حد نفسك من الزول اللي متربص على دماء الناس وانت خليك جنى تفكر انه تعمل حاجه
حلال بتاعك تاكل من عرق جبينك زي ما ربنا بيقول، من عرق جبينك تاكل عشان انت بكره تلقى سمر كويس للعمر بتاعك. شكرا. وقف شويه.